بعض من الناس هدانا الله وإياهم أضاعوا اللغة العربية وبدأوا يتكلمون باللهجات العامية ونسوا الفصحى أو استهانوا بها، نسأل الله العافية. ومن ذلك مجاراة غير العرب في كلماتهم، يأتيك رجل أعجمي وتخاطبه بلغة غير العربية أو تخاطبه بلغته المكسرة، وهذا يضعف الاهتمام باللغة العربية. وأيضا بعض من الناس تعجبهم اللغات الأجنبية ويتكلمون بها ويتركون اللغة العربية، لكن الواجب الاهتمام بتدريس اللغة العربية. وللأسف نجد بعض المسلمين أو بعض العرب يهتمون بتدريس اللغات الأجنبية، يدرسون اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية ويهتمون بأولادهم في تدريسها ويأتون لهم بالمدرسين، لكن يتساهلون في تدريس الفصحى ولا يدرسون. وأيضا مما يضعف اللغة العربية ضعف معلم اللغة الفصحى، فينبغي لنا أيها الإخوة اختيار مدرس اللغة بعناية والاهتمام باللغة العربية الفصحى في تعليمنا وشؤون حياتنا، لأن تعلمها وسيلة لفهم القرآن والسنة، وفهم القرآن والسنة واجب، فكان تعلمها واجبا كما قال علماء الأصول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذا تعلم اللغة الفصحى واجب، ولذا علمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له أكثر من شاعر وأكثر من خطيب، وكان أحد الشعراء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهجو قريشا، ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفهجوهم وأنا منهم؟ فقال: أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نهتم باللغة العربية اهتماما عظيما.